خلصت صلاة؟ لا، الخطيب مخرجنا كده ربع ساعة نطمن على أهالينا وبعدين نرجع نكمل الخطبة. أزغطك يعني؟ جرى إيه يا قرموطي؟ يعني لا فيش زيك يا زوزة، ولا عاملة إيه يا زوزو، ولا نورتي يا أوزو. ده على أساس إنك ما كنتش هنا إمبارح ولا أول أول ولا أول 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 أول. يوه، في إيه يا قرموطي؟ أختي وبتزورني. في فرق بين الزيارة والإقامة، دي مقيمة عندنا، ده أنا خلاص قربت أطلع لها الجرين كارت بتاع الشقة. إيه ده؟ إيه ده؟ أنا إزاي ما خدتش بالي أثناء دخولي من الشقة؟ إيه اللي خرج الشنطة دي من هنا؟ كالعادة يعني كل سنة بيتزنقوا في الشنطة عشان يروحوا المصيف ومش شعبطين فيا ياخدوني معاهم، وأنا بصراحة ربنا هروح بقى. ياخدوك أنت والشنطة في آن واحد؟ يعني ياخدوا مني أكتر حاجتين مالين عليا البيت. يا مسافر وناسي هواك ريداك والنبي ريداك. إزيك يا أربط؟ تشرب عشاي؟ يخرب بيت اهلك يحاسبوا، انت ايه اللي خلاك تلعب في الايباز بتاعي؟ ايباز؟ بيقولك ايباز؟ اسمه ايباد. عبيد اهلك لو جيت جنبه تاني. انت مش عارف ان كل شغلي عليه، خرايطي وشغلي وطرقاتي، الجي جي بيس بتاعي هنا كله. جي جي بيس؟ بيقولك جي جي بيس؟ اسمه جي بي اس. يخرب بيت ام اللي علمك انجليزي، انا نفسي اشوف الشهاده بتاعتك انا عشان انت جاهل جهل. اسمه جي جي بيس، الراجل اللي اخترعها كان عنده قطه اسمها جي جي، جايه تلعب في الجهاز قال لها بس، من ساعتها سموه جي جي بيس. جوجل بقى وابحث وسيرش علشان انت ما بتقعدش تقرب غلط. اللي ايه جي جي بيس اللي بتتكلموا عليه من الصبح ده؟ يا وليه، ده برنامج انا منزله عليه خرايط العالم من اكبر قاره لاصغر حاره في مصر، تكتبي المكان اللي انت رايحاه وتعملي كده سيرش، يروح هو موجهك بقى يمين شمال كده. زي الكلب البلدي لما يشمموه قطر المجرم ويطلقوه عليه، يفضل وراه وراه ما يسيبهوش الا لما يجيبوا من ديل بنطلونه. طب افهمها ازاي ولا اقول لا؟ ولا افهمك انت ازاي؟ انا مش عارف اتواءم مع الترابيزه دي كلها بصراحه. انا مش مفهمك يا وليه قبل كده، هو اللي هنعيده نزيده؟ انا مش فاهمه. احسن، امال انا اتجوزتك ليه؟ ما تبطلوا بقى اللي انتوا عمالين تتكلموا فيه من الصبح ده، يلا يا جدعان عايزين كلنا نروح المصيف مع بعضينا. انا ضميري ما يسمحش اصيف والبلد في الظروف دي. مالها البلد؟ اقرا لها انت حسب عشان دي ما بتفهمش، اقرا اول تويته للبرادعي. البرادعي حزين عليك يا مصر. عايز البرادعي يبقى حزين على مصر وانا اطلع اصيف انا وانت؟ طب والسنه اللي قبلها؟ اقرا لها التويته اللي قبلها بتاعت بنك مون. بنك مون ابدي قلقي على مصر. عايز بنك مون اللي هو لا من ملتنا ولا من ديننا ولا من بلدنا الان على مصر وانا وانت نطلع نصيف. طب والسنه اللي قبلها؟ فر يا عم الحاج، امريكا تبدي قلقها على ما يحدث في سوريا. يبقى امريكا الان على سوريا وانا انت نطلع نصيف؟ امال احنا هنصيف امتى؟ لما امريكا تسيب المنطقه. مش هتقدر تغمض عينيك.